السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. وعرضنا لهذا اليوم لينكن كونتيننتال موديل 61 يا أخوان، سيارة عليها لوحات سعودية. هذه تسمى أربع أبواب سوسايد دور، أي بمعنى الأبواب تفتح عكس. طبعا اللون خلنا نقول الكلاسيكي المرغوب في الستينات. طبعا لينكن كونتيننتال يعني عنده 10 أجيال 10 جينيريشنز، هذا الجيل الرابع من عام 61 حتى تقريبا 69. طبعا السيارة هذه جت فيها مكاين 430 و460 8 سلندر. طبعا هذه 430، السيارة لون أسود هنا في السعودية من فترة طويلة جدا، يعني حتى المالك كانت عندي في المستودع قال ممكن أول مرة تنغسل اليوم تتلمع السيارة. مجدد الصبغ، اللي بيسأل عن الصبغ، راح تنزل في مزاد صفقة لمدة 4 أيام في موقع صفقة.sa. راح نوريكم حالة السيارة يا أخوان. طبعا بما أن السيارة كانت في المستودع فترة طويلة، يعني المالك عمل لها صيانة خفيفة. ممكن عندكم زي القزاز يحتاج له تشييك، يفتح القزاز معاكم لكن مرات يعلق. هذه داخلية السيارة، ديكور السيارة متكامل يا أخوان. عندكم لون أصفر هنا شوية، هذه داخلية السيارة. الديكور الداخلي كامل متكامل، يعني ما هو ملعوب فيه أبدا. طب لون عندكم ما في كسور، زي ما أنتم شايفين هذه الداخلية. طبعا الداخلية هي كهرب، تسمع صوت الماكينة لكن ما تتقدم أو تتحرك، فممكن يحتاج صيانة الماكينة. عندكم جميع الأزرار موجودة هنا. طبعا هذه المساحات، عندكم الأنوار شغالة، عندكم هنا تمبريتشر اللي هو الحرارة، وأسفل البنزين شغال. طبعا العداد، الممشى في العداد يوضح أنه 33,092. هذه داخلية السيارة، الرادي، الدركسون لا يجد ملاحظات، يعني سيارة متكاملة والله الحمد. عندكم السقف، سقف الوكالة. طبعا هذا زي التكاية تجي هنا في النص. هذه الأبواب يا أخوان اللي تفتح عكس، شوفوا هذه هي. طبعا هذا يعتبر شيء نادر، جاء منها الكشف وجاء منها الكوب، الكوبيه. نفتح الكبوت من هنا، بسم الله على طول يفتح كده، شوفوا ما شاء الله. طبعا السيارة عارفين لينكن لها تقريبا 10 أجيال، هذا الجيل الرابع، مكيف يا أخوان. طبعا السيارة بما أنها كانت واقفة ممكن يحتاج له صيانة المكيف. طبعا شكل الواحد وستين، أول حجم اختلف عن الاثنين وستين شيء بسيط، صار أطول الاثنين وستين. الآن خلونا نشغل السيارة ونسوق السيارة. بسم الله، خلوكم معنا اليوم كلنا أسود في أسود. بسم الله،
هذا الفيديو يا اخوان بالكامل. خلينا نوريهم الداخليه. راح تشوف السياره من اسفل، طبعا زي ما انتم شايفين ديكور الداخليه بالكامل متكامل. عندكم فتحات المكيف هنا، عندكم الهيتر والفنس والاير الكونديشن اللي هو المكيف البارد. لكن يا اخوان بما ان السياره كانت واقفه فتره طويله فمعناته انه السياره ممكن على اساس تخليها 10 من 10 تحتاج لها اشياء البسيطه، لكن السياره شغاله. القزاز يعمل من جهه السائق بس من جهه الراكب يحتاج له، نشيك لكم عليه. شوف الان بالمثال هذا السائق يعمل اوكي، نشوف الراكب، الراكب يعمل من هنا زي ما انتم شايفين، بس من جهة السائق ما يعمل، يعني من عند التحكم من هنا ما يعمل. الثاني نفس الشيء. هذا فيديو كامل يا اخوان للسيارة، راح تشوف السيارة من تحت، يعني شاصي جير ماكينة من إلى، وراح تنزل في موقع المزاد لمدة 4 أيام. سيارة جميلة، سيارة كلاسيك. وأي سؤال أي استفسار حياكم الله، نشوفكم على خير. طيب والآن خلونا نوريكم حالة السيارة من أسفل. عندكم هنا بالنسبة للشاصي الأمامي أموره تمام، ما في قص أو لحامات بالنسبة للشاصي الأمامي في الجهتين زي ما تشوفوا. عندنا زي ما تشوفوا جلد عمود السحب هذا تحتاج تغيير. عندنا هنا كذلك ترشيح في كارتير الماكينة من الجهة الأمامية. بالنسبة للعضلات الأمامية أخوان يحتاج تغيير المساعدات الأمامية في الجهتين اليمين واليسار. باقي العضلات تمام. علبة الدركسون السفلية ما في أي تهريبات أو مشاكل. هنا كذلك عندنا اخوان ترشيح زي ما تشوفوا في زيت الجير، كارتير الجير سليم ما في تهريبات. ارضية السيارة في بعض الاجزاء فيها صدى سطحي خفيف زي ما تشوفوا. هنا كذلك شيء بسيط جدا، ما في قص او لحامات او اهتراء بالنسبة لارضية السيارة من اسفل. هذه كلها ملاحظات صدى سطحي. هذا الجهة الخلفية هنا في تهريب في صوفة الدفرنس، كذلك في تنسيم هواء بالنسبة للدبات الوسطية هنا في الجهتين. هي بشكل عام تحتاج تغيير مواصير الشكمان، كذلك المساعدات الخلفية ضعيفة تحتاج تغيير. هنا زي ما تشوفوا الملاحظات في مواصير الشكمان. هذه الدبة الأخيرة اللي هي تحت الصدام الخلفي. هنا يا اخوان بعض الملاحظات زي ما تشوفوا اثار سحب او شيء بالنسبة للجهة اليسار، كذلك في الجهة اليمين زي ما تلاحظوا، لكن ما في قص او لحام بالنسبة للشاصي الخلفي. هذا تانك البنزين، وهذه كانت حالة السيارة بالكامل من الاسفل.